اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده فيديو مختلف شويه كده، هنعمل انا ومنا تحدي للي ياكل اكبر كميه موز، تمام؟ واللي هيتعب سواء انا او هي هياكل قشر الموز، يعني اكيد هي منا مش هتخلص دولت وانا مش هخلص، انا ممكن اخلص دول عادي خالص يعني، بس هي منا مش هتخلص دول. اللي هيتعب اللي هيقول انت تعبتي؟ طب اصبر احنا لسه في اول الفيديو يا منا، ماشي؟ اللي هيتعب هياكل قشر الموز، ماشي يا منا؟ ماشي، قولوا لهم يلا اشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو و انا بابا كل الموز. هي وبابا هناكل الموز، ماشي يا منى؟ يلا بقى كل، يلا اقشر لك ولا انت تعرف تقشري؟ انا اقشر لك، يلا هتقشر لك يا منى، هتقشر عشان ايه ما نطولش عليها، ماشي؟ يلا انا وبابا هناكل موز كتير، هناكل موز كتير. كل بسرعة بقى، كل بسرعة، كل ما في جوعك. أنا عايز أول. لا أنت بتقول على فرنسا الأول، يلا بسرعة 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 منها. كل الناس كتير أهو، كل ماشي. كل يا منى كل. أجيب لك حاجة تانية؟ أجيب لك إيه؟ كل مول؟ طب كل كل. تعالى تعالى كل معانا يا اصحابي. ده كو؟ ماشي. لا. دي موزة نضيفة عشان نعرف ناكلها. لا. يلا يا منى بسرعة، كل بسرعة، أنت كده هخلص قبلك. بابا خلص. بابا خلص؟ لا أنا لسه ما خلصت، أنا لسه مش بعت. إيه؟ كل بسرعة يا منى، أنت هتاكل. انتوا هتاكلوا معانا. منى شكلها مش قادر. منى ده اول سبع؟ انا اتنين كده، اتنين ماشي. ده القشر بتاعي انا وده بتاع منى. كده منى كلت واحدة وانا كلت اتنين. اكل تاني؟ لا لسه اكل كمان، عاملين كمان. طيب هتقطع لك. انا هتعملهولي، جت هعملهولي كمان. شاطر، هقول انا كمان. والله انا تعبت، والله منى تعبت. ده القشر ده بتاع منى والقشر ده بتاع بابا. يلا يلا كل صح. انا بابا ايه؟ انت هتقول تقشر يا منى في الفيديو، في النص طول الفيديو. قولوا لهم يا منى يلا اشتركوا في القناه. يعني ايه عايزه ايه؟ بابا جاب صلصال. بابا جاب صلصال؟ فين صلصال؟ ماشي. انت بتتوهي على فكره في القناه عشان ما تاكليش. ها؟ منديل؟ في منديل؟ مثلا ما اجيبش منديل. بعدين؟ خد يا بابا. هذا انا جبت منديل. انا اكل قبل بابا. انا عايز قبلك. ده تخلصي قبلي؟ هتاكلي القشر يعني ولا انا اللي هاكله؟ مين اللي هياكل القشر؟ انت هتاكل القشر؟ طب يلا كل. انا هعمل نفسي بقى. منك. انت هتخلصي قبل مني؟ ماشي، يعني شكلي انا اللي هاكل القشر. انا بس. انت بس؟ طب يلا كل بسرعه. انا اول. انت الاول، مين الاول؟ ما تاكلي يا ماما معانا حاجه. شكرا، شكرا يا ماما. مش قادر والله. معلش استحمل. العقاب صعب بقى. الناس اللي بتاكل خروف وست بطاط والناس دي بتعمل ازاي؟ مش عارف. ان شاء الله هنعمل لكم فيديو قريب ناكل فيه خروف باذن الله. قريب والله هعمله. مش هيعملنا تاكل معايا خروف؟ خروف بيقول ايه؟ خروف بيقول ايه؟ ماء ماء هي فم ماء ماء. انا عايز الاول. انا عايز الاول. طب يلا كل بسرعة. يلا
تمام؟ يلا، أنت خلصت اتنين يا منى؟ كلت قبل يا بابا. منى أكلت قبلي، منى أكلت كده اتنين، وأنا أكلت أربعة. ماشي؟ بس منى قادرة تاكل؟ منى قادرة تاكل تاني، بس أنا مش قادر آكل تاني. أنت تاكلي تاني؟ أها، أنا والله ما قادر آكل تاني. يعني أنت لو كلت يا منى تاكلي ده كمان؟ أنا عايزة قبل يا بابا. طب قولوا لهم يلا اللي أنتوا قلته لي يلا. ها؟ يا الله شاطرة يا منى شاطرة. بصي أنا هاكل بقى إيه؟ عشان برضو المصداقية يعني أنا هاكل قشر موز. أنا قلت له هيشرب معلقة خل بس هو مصمم على قشر الموز. وأكيد أرحم من معلقة الخل. معلقة خل ولا قشر الموز؟ أنا الموز ولا حاجة، أنا بشيل الأطراف بتاعته يعني نشيل دي برضه. أنا حاسة إن قشر الموز صعب جدا بصراحة، يعني أنا شايفة الليمون أو الخل أرحم. تاكلي ده؟ طب ما كفايه كده لحد كده. العقاب بقى. والله منا بتاكل انا ما ادري اكل. مش لازم مش لازم ناكل موز. ايه بابا هينفذ العقاب عشان ما عرفش ياكل كل ده، فالمفروض ان هو كده هينفذ العقاب. وحشه وحش؟ مش وحش وماشي ماشي. خدي ده. طيب انا هاكلها بقى يا جماعه وربنا يستر. ده بي من بص تاكل ده، تاكل ده. تدلع جيب لك ميه. وحش انت بتقربي من وشي ليه؟ لا انا اكلت بس مش هقدر اكل تاني. تحس انت بتاكلي ورق شجر. قلت لك عارفه تحس انت قرف نفسك. طب انا هاكل الصبع ده يعوضني عن الطعم. انا قلت لك من غير ما ادوقه ولا اعرفه قشر الموز صعب يعني ان هو يتاكل. انت خلصت قبل ما اكلت؟ انا اكلت القشر خلاص. يعني معلقه الخل ارحم والله، او الليمون. معلقه الخل حتى على السلطه. الليمون ماشي لكن الخل لا. الخل بيتحط على السلطة فهي ايه؟ ماشي اكل مع السلطة مفيش مشكلة. هعمل لك طبق سلطة واحطه فيها. انت متغذيني ان انا اكلت النسخة، انا اكلت القشر خلاص. ايه؟ انا خد تاكل القشر ده. ما تاكليه انت. ما تحبوش. ماشي. هتاكلي تاني يا منى؟ ازاي؟ ازاي؟ صراحة طعمه جميل والله. ليش حاجة لا ايه؟ شيء لا طعمه حلو. لا ما كانش انه ينفع نعمله فوتشوب. اشي يا وحش. شاطرة يا منى. اشي وحش. طيب ماشي يلا يلا بقى يلا يا ميم عشان ما نطولش عليكم. قول لهم باي باي. باي. قول لهم بس استنى، قول لهم بقى اللي انتوا قلتيه، اشتركوا في القناه و اشتركوا في القناه وفعل الجرس. شاطره. يلا ميم باي باي. باي باي باي.